بين الفنانين اللي عندهم البصمه ديالهم واللي احبابك وصحابك وجاو منورينا هاد الليله هو فنان شاب عنده بصمته في عالم الكوميديا ما كتنساش الذاكره وبقى راسخ في عقول المغاربه كثار لانه في كل مره كنشوفوه كنضحكوا وكنضحكوا من القلب. رحبوا معايا الله يخليكم بسو. سي بسو الخبر غير ديالك ياك تفضل. نهار كبير هذا سي نهار كبير زين عمان الجمهور الجميل لالا زينب شكرا. مرحبا لانك منورنا شكرا لك على الحضور ديالك معنا. انا فرحان نكون معكم اليوم هنايا فرحان نكون مع السي نعمان. لالا زينب عندك السميه ديال المدام ديالي ملي دخلت راه كنت غنقول لك واش واجد العجا. والسي نعمان الحلو راه اسم جميل راه السي نعمان راه ما تاثرش في هذه الزيادات وهذا الشيء ديال السكر واخا يطرف على الدعم على السكر هو راه حلو اصلا ما عندناش مشكل. صافي هذا هو بس عرفتوه بدمه الخفيف فوالا وانا فرحان انه اختارني نكون واحد من الضيوف ديالو اليوم وفرحان انه علاش؟ انني نكون معكم سولني علاش؟ ماغ لانه انا تنعشقك. علاش تنعشقك؟ لانك فنان فاهم ومثقف. فانا بالنسبه لي فنان يقف امام كاميرا يعني اكوتي ديال الفن والموهبه اللي عطاه الله الا ما كانش عنده ان باجاج انتيليكتويال ما تكونش في مستوى باش يبقى. فانت ما شاء الله عليك مثقف وجو سيكو عندك ماستر. ماستر الله يستر. لا ماستر ماستر في لونجلي ومزاوج بين خرايتك وبن وهذا هو اللي تبارك ماستر والحمد لله هذا العام تقبلت في الدكتوراه غير باش يعرفوها الناس. بي اتش دي ان شاء الله. فوالا هي الدكتوراه في الديبارتمون ديال الانجليزيه. نهار اللي تقبلت عيطت للوالد قلت لي راني تشديت في الدكتوراه هو ترونسميت الميساج غير مفهوم للوالده قال لي راه ولدك شدوه مع شي دكتور. رد بالك فوالا عاد شرحت لهم الدكتوراه زعما راه فهمتيني باك بليس شي حاجه. انا كنحييك على هذه الروح المرحه ديالك. الله يبارك فيك شكرا. ولكن رد بالك مدام زينب تقلق منك كتفكرها في العشاء. لا لا هي كنديروا داك الشيء طلون بورتي نهار الخميس والجمعه كنتعشاو على حساب الاداره المركزيه. بسو نعم الا قلت لك ذكريات عندك على نعمان الحلو ذاكره محل واش تنسى؟ سي نعمان خدمت انا وياه بزاف في بزاف ديال المهرجانات وفي زاكوره في اخر مره في وزان وفي بزاف ديال البلايص لدرجه ولاو كيعيطوا لي كنقول لهم واش كاين نعمان كيقولوا لي كنقول لهم ما جايش صافي حتى يكون نعمان تما. فوالا دونك والشهاده اللي قال في حقي بالنسبه لي غتبقى في الارشيف حيتاش تقالت من واحد الاستاذ من واحد الهرم ماشي غير مغني هو راه سي نعمان راه كيجيني استاذ الجغرافيا راه غنى على شفشه وانت في لالت باقي بن قرير وسطات الله يرحم ليك الوالدين انت هما باش ما يتقلقوش مولاي علي الشريف دونك غنى على بزاف بلادي يا زين البلدان راه من طنجه للقويره دونك هو انسان كيحب الوطن ديالو وكيحب داك الشيء اللي كيدير دونك باش توصل راه خصك تحب ديك المهنه اللي كدير ومن خلاله كنتعلموا ومن خلاله كنشوفوا راسنا وكنشوفوا المستقبل ديال الفن ان شاء الله في المغرب. نعم انت متابع النجوم اللي في الساحه الفنيه اليوم سواء من الكوميديين او المغنيين؟ ماشي كثير تنسمع اللي قاصني تيبقى في الذاكره تنبقى متبعه ولا ما قاصنيش المره الاولى ما كتابعوش ما كتعطيش فرصه اخرى؟ لانه لما تكون احترافي غير توقف نعرفك غير تقول الكلمه الاولى نعرف واش عندك ولا انت تاجر. ولكن اسمح لي يا نعمان كاينين الناس اللي ربما ما نجحوش في المره الاولى وعاودوا جربوا. تناخذها بالاعتبار لا لا هذه تناخذها بالاعتبار لو تراك ما نجحش المره الاولى هادشي كله عادي ونشجعوا ولكن كاين شي حاجه في الذبذبات تنعرف واش هذا فنان ولا هذا تاجر بغى غير يبان في التلفزيون هذا ذوق الخاص. بما معناه انا واش شجعوا ولا سولوني ولكن غير نعمان كذوق خاص. انا تعجبني كل فن وراءه فكر. لأن الفن هو فكر هو فن وفكر. فأنا تعجبني باسو تعجبني إيكو تعجبني حسن الفد تعجبني صافي. علاش كيعجبوك هاد الثلاثة بالذات؟ عندهم فكر. هذيك الأغنية اللي كان دار الفد ديال واش عقلتي دار اللي ربت علينا ربت علينا راه إيكو اللي كتبها. موراها فكر. لأن الكوميديا صعيبة صعب من الغناء وصعب من الألحان صعيب بزاف ضحك الناس. أنك تضحك الناس وي. فلما تيقدر شي واحد يضحكهم ولكن ملي ضحكهم خلالهم شي ميساج ما تنساهش.
بس بما انك اليوم حاضر رفقة فنان واسم حاضر كبير في مجال الغناء، نتكلموا اليوم على رايك على النجوم او على الاغنيه اليوم المغربيه، الكلمات اش كيبان لك فيها؟ انا جاوني الاغاني دابا ولاو كيغنوا غير على الارقام، ها 36، ها واحد، انت باغيه واحد، انت منك 10، واقيله كاينه واحده كيغني على 19. المهم لو الناس كيغنوا على الارقام والاعداد مزيان، كاين تطور الحمد لله، يغنوا لنا على الحروف مستقبلا، دوك راه غاديه الامور مزيان. ما تخافش يتقلقوا منك؟ لا لا لا، هادشي غير في اطار الضحك وصافي، ما غاديش يتقلقوا. ياك السي نعمان ما يتقلقش، السي نعمان راه شدينا فيه وقلنا راه كيغني على على الورد والياسمين وعلى الجنوب وعلى شفشاون، راه ما تقلقش، ما تقلقش يا سفيان. بالعكس انا كاين اللي تقدوني ودخلوا فيا بحال حنان الفضيلي بحال فد، الله الا مشيت بسلم راسهم الحمد لله. ما تصدرش على شي واحد ما كاينش. كنتكلموا على الغناء، انما نحن الموجه الجديده، شباب حقوا ربما شهره ونجوميه في وقت قصير وربما اكثر منكم، شنو رايك؟ ماشي ربما، اكيد اكثر منكم، نجوميه اكثر منا. انا شوف انا واضح جدا، لما تنسمع 10% ديالهم تنعشقهم، 90% تيكون نجاحهم بالنسبه لي اعلامي، تيهضروا لك بالعدد ديال لي فيو في يوتيوب. وانا تنقول لك لحد الان، تنقول للمشاهدين كاملين، راه تيعيطوا لي الشركات من العالم كامل وتيقول لي الا بغيتي مليون في يوتيوب الفيو، كل مليون كان ب 8000 درهم دابا 3000 درهم. قلت له اجي، الا بغيتي 100 مليون قال لي، قلت له منين تيجيكم هاد لي فيو؟ قال لي حنا عندنا دي سيت في العالم كله مع كوريا مع كوريا. هذا لا يعني انه، نعطيك مثال، سعد المجرد مثلا اللي عنده اعداد كبيره في اليوتيوب، كان هو فنان تربى بين نزهه بين عبده وفنان وبقى رجليه في الارض. اسماء، حاتمي دار، فدوى المالكي، كاينين، ولكن كاين اللي غير لانه كاين انفتاح نجح، هذاك رزقه عمرك تحسدو، ولكن كنت متاكد ما يكملش. كنحييك على رايك وعلى صراحتك، ونتمنى انك تكون تكمل بصراحه ديالك معنا حتى لاخر حلقه. باسو بوركينا. نعم. باسو بوركينا باسو كان السبيكتاكل الاول ديالي اللي دويت فيه على 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 بوركينا باسو، هي نورمالمون استوحيناها من ان المغاربه ملي كيشوفوا شي واحد كحال كيقولوا لي افريقي كيجيب لنا الله بحالنا حنا مرضعين مع ميسي، واش فهمتيني؟ دونك بغينا نرجعوا شويه المغاربه انهم يفكروا انهم راهم افارقه، راه افارقه، حنا راه افارقه، راه غير مع ساكنين الفوق كيجيب لنا الله بحال كاريين البالكون تما، دونك راه حنا افارقه. ودونك بوركينا باسو هو واحد العرض ديالك، فوالا العرض اللي كيجوي على الانتماء ديالي من خلال القصه ديال واحد جدي اللي جا من تومبوكتو، مالي، السودان، بوركينا فاسو، غادي كيطلع حتى دخل لفاس، مكناس، الرشيديه، واستقر في ورزازات. دونك كيجوي على القصه ديالو وداك التراجي ديالو من طريقه فوالا من بزاف ديال المراحل، ولكن العرض فيه كما قلت كيجوي على فيه شويه السياسه، شويه الصحه، شويه ديال الحب، شويه الفلوس، حيتاش الفلوس راه دابا كنقولوا الفلوس خز الدنيا، ولكن هذه راه غير المزلوط اللي كيقولها. دابا الانسان كيقول الله يعطينا الفلوس في جيبنا وما يعطيهم لينا في قلبنا، وراه لا جيب لا قلب، كل شيء كيصفر. دونك كيجوي على بزاف ديال المواضيع. والجمهور اللي بغى يتابعك اكيد كاينه اون دات بروشين. ان شاء الله العرض الجاي غيكون في مدينه وجده، واحد افريل ان شاء الله، الاول ديال شهر اربعه ان شاء الله، وهذه دعوه الناس ديال وجده، دعوه لكل الناس ديال وجده انهم والمنطقه انهم يجيو يتابعوك. بوركينا باسو. بوركينا باسو. بس شكرا لانك نورتينا في تغريده الليله. ربي يخليك اختي زينب، وشكرا للسي نعمان لانه اختار باش يكون معاه بس اليوم، وشكرا لهذا الجمهور الزوين اللي معنا. شكرا جزيلا ليك. اذا بين الفنانين اللي عندهم البصمه ديالهم واللي احبابك وصحابك وجاو منورينا هذه الليله، هو فنان شاب عنده بصمته في عالم الكوميديا، ما كتنساش الذاكره، وبقى راسخ في عقول المغاربه كثار، لانه في كل مره كنشوفوه كنضحكوا وكنضحكوا من القلب. رحبوا معايا الله يخليكم بسو. سي بسو. الخبر غير ديالك ديالك تفضل. نهار كبير هذا سي كبير. سي نعمان، الجمهور الجميل، لاله زينب، شكرا. مرحبا لانك منورنا، شكرا لك على الحضور ديالك معنا. انا فرحان نكون معكم اليوم هنايا، فرحان نكون مع السي نعمان. لاله زينب عندك السميه ديال المدام ديالي، ملي دخلت راه كنت غنقول لك واش واجد العجا. والسي نعمان الحلو راه اسم جميل، راه السي نعمان راه ما تاثرش في هاد الزيادات وهاد الشيء ديال السكر، واخا يترفع الدعم على السكر هو راه حلو اصلا، ما عندناش مشكل. صافي.
هذا هو باسطو عرفتوه بدمه الخفيف. فوالا وانا فرحان انه اختارني نكون واحد من الضيوف ديالو اليوم وفرحان انه علاش نكون معكم. سولني علاش؟ ماغ. لانه انا تنعشقك. علاش تنعشقك؟ لانك فنان. قالوا لي كنقول لهم ما جايش صافي تيكون نعمان تما. فوالا دونك والشهادة اللي قال في حقي بالنسبة لي غتبقى في الأرشيف حيتاش تقالت من واحد الأستاذ من واحد الهرم ماشي غير مغني هو راه سي نعمان راه كيجيني أستاذ الجغرافية راه غنى على شفشا وانت في لالت باقي بن قرير أستاذ الله يرحم ليك الوالدين أنت هما باش ما يتقلقش مولاي علي الشريف دونك غنى على بزاف بلادي يا زين البلدان راه من طنجة للقويرة دونك هو إنسان كيحب الوطن ديالو وكيحب داك الشيء اللي كيدير دونك باش توصل راه خصك تحب ديك المهنه اللي كدير ومن خلاله كنتعلموا ومن خلاله كنشوفوا راسنا وكنشوفوا المستقبل ديال الفن ان شاء الله في المغرب. نعم انت متابع النجوم اللي في الساحه الفنيه اليوم سواء من الكوميديين او لمغنيين؟ ماشي كثير تنسمع اللي قاصني تيبقى في الذاكره تنبقى متبعو ولا ما قاصنيش المره الاولى ما كتابعوش ما كتعطيش فرصه اخرى؟ لانه لما تكون احترافي ما غيتوقف نعرفك غيتقول الكلمه الاولى نعرف واش عندك ولا انت تاجر. ولكن اسمح لي يا نعمان كاينين الناس اللي ربما ما نجحوش في المره الاولى وعاودوا جربوا. تناخذها بالاعتبار. لا هذه تناخذها بالاعتبار. لو تراك ما نجحش المره الاولى هادشي كله عادي ونشجعوا ولكن كاين شي حاجه في الدبدابات تنعرف واش هذا فنان ولا هذا تاجر بغى غير يبان في التلفزيون هذا ذوق الخاص. بما معناه انا وشجعوا ولا سولوني ولكن غير نعمان كذوق خاص. انا تعجبني كل فن وراءه فكر لان الفن هو فكر هو فن وفكر. فانا تعجبني باسو تعجبني ايكو تعجبني حسن الفد تعجبني صافي. علاش كيعجبوك هاد الثلاثه بالذات؟ عندهم فكر. هذيك الاغنيه اللي كان دار الفد ديال واش عقلتي على دار اللي رابت علينا راه ايكو اللي كتبها موراها فكر. لان الكوميديا صعيبه صعب من الغناء وصعب من الالحان صعيب بزاف ضحك الناس ضحك الناس وي فلما تيقدر شي واحد يضحكهم ولكن ملي ضحكهم خلى لهم شي ميساج ما تنساهش. بس بما انك اليوم حاضر رفقة فنان واسم حاضر كبير في المجال الغناء نتكلموا اليوم على رايك على النجوم او على الاغنيه اليوم المغربيه الكلمات اش كيبان لك فيها؟ انا جاوني الاغاني دابا ولاو كيغنوا غير على الارقام ها 36 ها واحد انت باغيه واحد انت منك 10 وقيله كاينه واحده كيغني على 19 المهم ولاو الناس كيغنوا على الارقام والاعداد مزيان كاين تطور الحمد لله يغنوا لنا على الحروف مستقبلا دوك راه غاديه الامور مزيان ما تخافش يتقلقوا منك لا هادشي غير في اطار الضحك فاهم ومثقف انا بالنسبه لي فنان يقف امام كاميرا يعني اكوتي ديال الفن والموهبه اللي عطاه الله الا ما كانش عنده ان باجاج انتيليكتويال ما تكونش في مستوى باش يبقى فانت ما شاء الله عليك مثقف وجو سيكو عندك ماستر ماستر ليستر لا ماستر هو في لونجلي ومزوج بين خرايتك وبن وهذا هو اللي تبارك ماستر والحمد لله هذا العام تقبلت في الدكتوره غير باش يعرفوها الناس ان شاء الله فوالا هي الدكتوره في الديبارتمون ديال الانجليزيه نهار اللي تقبلت عيطت لوالدي قلت ليه راني تشديت في الدكتوراه هو ترونسميت الميساج غير مفهوم للوالده قال لي راه ولدك شدوه مع شي دكتور رد بالك فوالا عاد شرحت لهم الدكتوراه زعما راه فهمتيني باك بليس شي حاجه انا كنحييك على هاد الروح المرحه ديالك الله يبارك فيك شكرا ولكن رد بالك مدام زينب تقلق منك كتفكرها في العشاء لا هي كنديروا داك الشيء طلون بورتي نهار الخميس والجمعه كنتعشاو على حساب الاداره المركزيه بسو نعم الا قلت لك ذكريات عندك على نعمان الحلو ذاكره محل واش تنسى سي نعمان خدمت انا وياه بزاف في بزاف ديال المهرجانات وفي زاكوره في اخر مره في وزان وفي بزاف ديال البلايص لدرجه ولاو كيعيطوا لي كنقول لهم واش كاين نعمان كيقول صافي ما غاديش يتقلقوا ياك السي نعمان ما يتقلقش السي نعمان راه شدينا فيه وقلنا راه كيغني على الورد والياسمين وعلى الجنوب وعلى شفشا وين راه ما تقلقش يا سفيان بالعكس انا كاين اللي انتقدوني ودخلوا فيا بحال حنان الفضيلي بحال فد الله الا مشيت بسلم راسهم الحمد لله ما تصدرش على شي واحد ما كاينش كنتكلموا على الغناء نعمان الحلو الموجه الجديده شباب حقوا ربما شهره ونجوميه في وقت قصير وربما اكثر منكم شنو رايك؟ ماشي ربما اكيد اكثر منكم نجوميه اكثر منا انا شوف انا واضح جدا لما تنسمع 10% ديالهم
تنعشقهم 90% تيكون نجاحهم بالنسبه لي اعلامي، تيهضروا لك بالعدد ديال لي فيو في يوتيوب. وانا تنقول لك لحد الان تنقول للمشاهدين كاملين راهم تيعيطوا لي الشركات من العالم كامل وتيقول لي الا بغيتي مليون في يوتيوب الفيو كل مليون كان ب 8000 درهم دابا 3000 درهم. قلت له اجي الا بغيتي 100 مليون. قال لي قلت له منين تيجيوكم هاد لي فيو؟ قال لي حنا عندنا دي سيت في العالم كله مع كوريا مع كوريا وداروا لي دوكيومونتير. هذا لا يعني انه نعطيك مثال سعد المجرد مثلا اللي عنده اعداد كبيره في اليوتيوب كان هو فنان تربى بين زها بين عبده وفنان وبقى رجليه في الارض. اسماء حاتمي دار في دول